زي ما قلت لحضراتكم، انا اتبسطت جدا 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 ان انا سمعت صوت اكرم النهارده، وعارف ان حضراتكم مصر كلها مستنيه تسمع اكرم وتشوف. عشان كده كويس هو جه معانا، برضو اكرم برضو معانا دلوقتي على الهواء مباشره عشان يطمن جمهور النادي الاهلي على الحمد لله. انا طمنتكم ولكن نسمع منه برضو. يا اكرم ازيك يا حبيبي؟ وحمد لله على سلامتك. ويعني انا عارف ان انت النهارده اليوم طويل، الصبح كنت في النادي وبالليل سافرت على الشرقيه وقعدت مع الحاجه وبوست ايديها وبوست دماغها، والشرقيه كلها كانت عندك النهارده في البيت، ولكن حابين ان احنا نطمن عليك ونطمن جمهور النادي الاهلي عليك. حبيبي يا كابتن مصر، والله انا لسه واصل اصلا حالا دلوقتي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحاجه كويسه اهم حاجه؟ الحمد لله كله زي الفل والله، والامور كويسه. شفتك اطمنت تيالي. ها طبعا طبعا الحمد لله، هي كانت زعلانه بس شويه كده لكن الحمد لله يعني. لا ما احنا اتفقنا بقى، ولا زعل ولا حاجه، الحمد لله الامور كويسه. هي يعني كلها ان شاء الله 5 6 شهور وزي ما اتفقنا، وترجع تبقى احسن من الاول كمان ان شاء الله باذن الله. يا كابتن مصر ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا اكرم. انا بطمن الناس بس انا الحمد لله طبعا الاصابه دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. زي ما شكرته في الحاجه الكويسه لازم اشكره برضو وقت الابتلاء، وانا يعني مقدر ده كله وعارف ان كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى. ايوه دايما واخد يعني خطوه بخطوه، ان شاء الله ارجع واكون اقوى واحسن عشان الناس اللي مستنياني، اهلي والجمهور يعني ان شاء الله. ان شاء الله. حسيت بقى اكرم وقت الاصابه؟ انا عارف في ساعتها بتبقى الامور صعبه شويه، لكن هل انت حسيت ان هي صليبي في وقتها؟ انا ما اكذبش عليك يا كابتن اسلام، انا اول ما وقعت على طول يعني قلت صليبي يعني بيني وبين نفسي. ما هو اصل اللعيب بيبقى فاهم بالظبط، لكن اول ما وقعت قلت قدر الله ما شاء فعل، وقمت قايل دعاء اللهم اخلفني خيرا منه. بس وانت طالع يعني انا مش عوايدي مثلا لما اقع في الملعب، لسه كنت هقول لك اللي هو الدكتور لما يجي يقول لي يلا خلاص عشان اتغير، فانا لا ده اغير، انا مش مغير، انا هنزل عشان حسيت فعلا ان انا لا رجلي خلاص فيها حاجه. قلت له طيب ماشي، وطلعت رحت عملت اشعه طبعا. الدنيا ما كانتش يعني كويسه هناك. رجعت هنا يعني التشخيص يعني بتاع الدكتور ابو العلا قال لي ان هي صليبي.